شخصية اليوم اللي كلمتكم عنها من شوية، شخصية اليوم هي العامل المصري اللي بيدور على المنحة يا ريس، اللي بيدور على شغلانة، اللي قاعدين على الكباري وفي الشوارع بيستنوا حد يستأجرهم علشان حاجة، اللي راحوا من مصانع قفلت وعطلت من زمان. هم أحفاد اللي بنوا الأهرامات واللي حفروا قناة السويس، هم اللي بنوا السد العالي، هم اللي ممكن يبنوا مصر الحديثة. هو العامل البسيط الفقير اللي بيعول أسرة وبيعاني بجد، بيدور على شغلانة تجيب له 5 جنيه و7 جنيه و10 جنيه في اليوم. السائق اللي معايا عم هاني بيقول لي بتتكلم عن ارتفاع الأسعار، قال لي معادلة، قال لي شوربة الخضار من غير حاجة من غير غاموس تتكلف 10 جنيه، طبق المسقعة اللي انت بتتكلم عنه بتقول الغلابة ياكلوه يتكلف 8 جنيه. طب لو كل عمل فيهم شوربة خضار وغمس فيها عيش حاف من ابو 5 ساغ المفعص ده وهو اتغدى يوم، ادي 10 جنيه. وجي تاني يوم جاب مسقعة اللي هي قرداحي، لا لحمة مفرومة، هي بتنجان على طماطم مش عارف هيحط عليها ايه تاني، على فلفلاية على اي حاجة كده هتكلفه 8 جنيه. وجبة واحدة بس قرديحي مع فحل بصل ولمونة مخللة زخلل هتدخل لها في 10 جنيه. 10 جنيه فقري كده، فقري يعني لو فضل كل الشهر بياكل كده هيدفع 300 جنيه وجبة واحدة بس، ده من غير عيش من غير اي حاجة تانية، من غير طماطمية جنبها، من غير جبناية جنبها، ولا سلطة ولا غيره يعني. لا لحمة مين يا فتحي بس انت متفائل كده ليه؟ معايا الاستاذ جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر. مساء الخير استاذ جبالي. مساء الفل يا باشا البشوات. كل سنة وحضرتك وعمالنا بخير وسعادة وستر ورضا. كل سنة وانت طيب يا جريء يلي قايل الحق في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل عصر. ربنا يكرمك ويخليك. الله يخليك يا فندم. قول لي اخبار عمال مصر محتاجين ايه في يومهم بعيدا عن المنحه وعن الكلمتين الحلوين وعن فضل العامل المصري؟ لا والله هو يا فندم بطلنا نظام الشحاته المنحه يا ريس. قلنا لا احنا بطلنا، احنا العمال احنا العمود الفقري للوطن وللبلد، احنا اللي بننتج واحنا اللي بنزرع، فاحنا عرضنا مشاكلنا او مطالبنا، ما نقولش مشاكل في الظروف الصعبه اللي بتمر بيها البلد، عرضنا مطالب العمال لرئيس مجلس الوزراء قبل عيد العمال وعرضناها على السيد رئيس الجمهوريه، وكان في استجابه وكان خطاب الرئيس شيق اسلك صدورنا جميعا، وكان من ضمن المطالب انشاء محاكم عماليه لفض النزاع ما بين العامل وبين صاحب العمل. طلبنا التشريعات الأساس لأي بيت يكون فيه أساس، فكان الأساس لابد أنه يكون فيه تشريعات وتغيير قانون العمل المجحف للعامل اللي إدى سلطة لصاحب العمل بأنه يفصله في أي وقت، وعشان لقمة العيش اللي بيدور عليها قبل ما يتعاقد معاه ويعينه بيمضيه على استمارة 6. فاحنا قلنا ان في مصانع عملاقة من عهد الزعيم خالد الزيخ لجمال عبد الناصر بتعمل بطاقة 40% و30% زي الغزل والنسيج، زي الحديد والصلب، زي الألمنيوم. نعم. احنا عايزين هذه المصانع تعود لمجدها. بايه يا فندم؟ يعيدوا تأهيل المصانع اللي منذ بعد ثورة 23 يوليو وبعد انشائها في عهد عبد الناصر لم احد ينظر اليها على الاطلاق. العمر الافتراضي بتاع المكن انتهى، وكان مقصود من ان المصانع دي يسيبوا العدد بتاعتها تتهالك وتتاكل عشان يقولوا ده خسرانه ويعرضوها للخصخصه ويبيعوها. فاحنا في عيدنا دلوقتي بنقول البلد شد حيلها، احنا بنقول مش الا دلوقتي، لا بنقول مشاكلنا اهي، مطالبنا اهي، جدوله ونعمل ونطالب، ولا داعي للاضرابات والاحتجاجات، ولا نعطي فرصه للذين يريدون يخربونا ويعرضون صور سيئه عن مصر انها ليست بلد امن ولا امان
لاستبعاد المستثمرين عنها وحتى الاقتصاد المصري يضعف اكثر من ما هو عليه، فاحنا قلنا لا نعمل ونطالب وهذه المشاكل وحلول، نعرف المشكله وحلها ونقول جدوله، مش بنقول لك دلوقتي لازم. فهو العيد الحقيقي لعمال مصر ان شاء الله باذن الله وفضل ربنا ان شاء الله ان يكون 1/5/2015 باذن الله الامن والامان في بلدنا، الاستقرار معافى، يبقى بلد بتشتغل بجد وعمالها واخدين حقهم وكل واحد في مكانه. بالظبط بالظبط يا فندم. كل عام وحضرتك بخير. استاذ جبال المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، ده عشمنا في عمال مصر والشعب المصري، ونفسي يا عمرو تجهز له اغنيه شد حيلك يا بلد، نفسي الناس ترجع. يعني محمد طه جميل برضه، وشد حيلك يا بلد للراحل العظيم محمد نوح. لا كان في اغاني بجد، احنا ما قلناش عارفين نغني يا جماعه، احنا جالنا كساح.